من صنعاء مراسل بي بي سي عبد الله غراب. عبد الله، إذا ما يعرف بمسيرة العزة القادمة من مأرب دخلت بالفعل إلى العاصمة صنعاء، ما هي الأجواء؟ كانت المسيرة عبر قد وصلت بالفعل في وقت متأخر من مساء أمس إلى المدخل الشرقي العاصمة صنعاء. هناك بات الشباب في مخيمات وسط البرد، لكنهم في العشرة صباحا بمجرد اقترابهم من نقطة التفتيش التابعة لقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس علي عبد الله صالح، تم تفتيشهم بشكل استفزازي كما يقولون بحسب وصفهم، ثم وقفوا لساعات ومنعوا من الدخول، وكانوا ينوون نصب الخيام للاعتصام بالقرب من نقطة التفتيش، لكن قوات الحرس الجمهوري غيرت رأيها وسمحت لهم بالعبور. تجمع بعدها المتظاهرون من مسيرة العزة بعد أن انضم إليهم الآلاف من شباب الانتفاضة في ساعة التغيير، وهم الآن في طريقهم للدخول إلى الساحة يعبرون عددا من شوارع العاصمة. طيب، يعني عبد الله، حتى بعد رحيل الرئيس علي عبد الله صالح لا تزال المسيرات، لا تزال التظاهرات على حالها من الزخم، ماذا يريد هؤلاء؟ نعم عمرو، أنا قادم على التو من ساحة التغيير، ووجهت هذا السؤال في إطار العمل الذي نقوم به اليوم للانتفاضة ضد النظام. سألناهم ماذا تريدون بعد، وقد وقع الرئيس على المبادرة الخليجية وغادر البلاد وشكلت حكومة وفاق وطني. كانت إجابات شباب الانتفاضة تتمحور في أن الحصانة استفزهم إلى حد كبير، ولا بد من إعادة الاعتبار للقتلى والجرحى والمعتقلين الذين لم تعذيب كما يقولون. لا بد أيضا من أن تعترف حكومة الوفاق الوطني بمطالب الشباب، لأن الشباب هم من أتوا بالمبادرة الخليجية وهم من أتوا بحكومة الوفاق وبكل هذه التطورات كما يقولون. لذلك الشباب يؤكدون أنهم عازمون على في كل الساحات حتى نجاح الثورة وتحقيق كل والرقابة أيضا في مرحلة لاحقة على كل تلك الأهداف. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، مراسل بي بي سي في صنعاء عبد الله غراب.